بسم الله الرحمن الرحيم. إني استخرت الله العظيم وتوكلت على الله وقبلت زواج موكلتك الآنسة البكر الرشيدة بسمة ماهر محمود علي لنفسي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى الصداق المسمى بيننا. في مشكلة في التقطيع، ممكن نقولها تاني؟ وعلى الصداق المسمى بيننا عاجله وإني أتعهد أمام الله والحاضرين أن أعاملها معاملة طيبة وأنا قبلت ندعو لله. خلاص بارك الله لكم.